الجو النهارده مشرق، بس الشمس بتاعتنا كذابه. يعني هي مشمسه بس لسه برضو بيبقى الجو برد. ما ينفعش نخفف هدومنا خالص خالص خالص. فاعتقد ان الجو النهارده سيسنح ان الواحد يتمشى شويه لغايه اخر الشارع ويرجع تاني. ازيكم؟ صباح الخير. بما اننا هنقعد شويه في البيت، حتى اللي فينا بيشتغل ولازال لسه على رأس عمله، برضو هنقعد شوية في البيت. وانا فكرت ان دي ممكن تكون فرصة حلوة قوي 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 نغتنمها عشان نقلع عن العادات السيئة. كل واحد فينا عنده بعض العادات السيئة، وكلنا عارفين ايه العادات الوحشة اللي عندنا اللي احنا محتاجين نتخلص منها. لكن التخلص من العادات السيئة مش سهل قوي. عشان كده انا فكرت ولقيت ان في 5 خطوات او 5 حاجات ممكن نعملها عشان نغتنم فرصة الهدوء النسبي اللي احنا فيه، ونحاول ان احنا نغير من عاداتنا السيئة. اول خطوة في الاقلاع عن العادات السيئة هو ان احنا نعرف ايه هي العادات السيئة دي اللي احنا عايزين نقلع عنها. نمسك ورقة وقلم ونفكر على مدار يومنا، ايه الحاجات اللي احنا بنعملها بشكل متكرر واللي نتيجتها وحشة على حياتنا، واللي احنا عارفين ومتأكدين ان احنا لازم نستبدلها نتخلص منها بشكل او باخر. فاول حاجة دي كأننا بنحدد هدفنا. والله الفترة اللي جاية، لمدة الشهر اللي جاي دوا، انا عايز اتخلص من عادة معينة. خلينا مثلا نتكلم على السجاير، ولو ان السجاير يعني مش عادة سيئة، السجاير ادمان، ولكن مثلا زي مثلا ان انا اصحى متأخر، او ان انا اتكلم على حد، انم على حد، النميمة، الغيبة، او ان انا افقد اعصابي، او لازم نحدد ايه هي العادة السيئة اللي احنا عايزين نقلع عنها. ان انا مثلا بقعد على السوشيال ميديا كتير قوي، whatever. كل واحد فينا عارف ايه اللي هو محتاج يتخلص منه. فلما نحدد ونكتب كده قائمة ولستة بالحاجات السيئة اللي احنا بنعملها، او العادات اللي مش مفيدة اللي احنا بنعملها يوم ورا يوم يوم ورا يوم، ممكن في ناس تكتب 1 او 2، ممكن في ناس تكتب اكتر من كده. ايا كان العدد اللي احنا كتبناه، حتى لو 2، ما ينفعش يعني نهاجم وحشين في نفس الوقت. ما ينفعش، كتير، هيبقى كتير قوي علينا. نعمل ايه؟ نحدد اولوياتنا، نحدد واحدة بس، عادة سيئة واحدة بس نبتدي بيها. ولما نصل لدرجة ان احنا تخلصنا منها، نبقى نشوف الحاجات التانية. فلازم نحدد ايه هي العادات السيئة اللي احنا عايزين نتخلص منها، نكتبهم في قائمة، نرتبهم. اكتر عادة سيئة تأثيرا على حياتنا هي دي اللي نبتدي بيها. النقطة التانية بقى هي ان احنا نستبدلها. تخيلوا كده كوباية مية. كوباية المية دي حطينا فيها مية ملونة زي مثلا اسود، سائل اسود. عايزين نطلع هذا السائل الاسود، في ان احنا نمسك الكوباية ونكبها كده ينزل السائل كله ونتخلص منه. لكن مش سهل علينا في حياتنا ان احنا نقول من بكرة انا هصحى بدري، كل يوم في الفترة اللي جاية هصحى بدري. صعب الامور احيانا ما بتبقاش بسهولة ان انا اكتب في ورقة انا عايز ابقى كذا او انا عايز اعمل كذا. لقيت احلى اسلوب نتعامل بيه مع العادات السيئة هو ان احنا نستبدلها. نفكر في حاجة تانية ممكن نعملها مقابل هذه العادة السيئة اللي مأثرة تأثير سلبي على حياتنا. في فترة من الفترات كنت بشتغل مع مهندس، والمهندس ده كان ما بيدخنش. فتطرقنا للكلام وقال لي على فكرة انا كنت مدخن شرس،
كنت بدخن كتير قوي قوي قوي. فقلت له ايه ده وبطلت ازاي؟ قال لي ما بطلتش. قلت له امال ايه؟ قال لي استبدلتها. قال لي كنت كل ما احس ان انا عايز ادخن ازازلب. قلت له نعم ازازلب؟ قال لي اه والله يا بنتي. كان راجل كبير وكان عنده بنت قدي. قال لي كنت بروح عند محل اللب والسوداني واجيب كيس صغير لب اسمر، وكل ما احس اني عايز ادخن امد ايدي واطلع 5 6 لبايات واقعد ازازهم. قلت له بعدين؟ قال لي في الاول كان صعب، وفي الاول بس كان انا بمد ايدي في جيبي بطلع علبة السجاير بولعها بنفخ بعمل، كان لازم استبدلها بحاجة تديني حركة تديني اكشن حاجة معينة. قلت له بعدين؟ قال لي ولا قبلين، قعدت 2 شهر بالشكل دوة وفعلا ما دخنتش خالص خالص، ولا رحت ولا اشتريت سجاير. كل يوم اعدي على الراجل بتاع اللب اجيب قرطاس لب صغير خالص اصغر مقاس عنده، وعلى مدار اليوم اقعد ازقز لب. في الاول كنت متعصب ومتضايق ومش قادر، وقال لي ومزاجي وحش جدا جدا، وكنت بحس كمان بآلام متفرقة في جسمي والكلام ده كله. بعد 2 شهر لقيتني بطلت، ما شربتش سجاير خالص، ما دخنتش خالص، ومش بس كده ده انا كمان زهقت من اللب وبطلته هو كمان. فنشوف لو احنا مثلا بنقضي وقت طويل على السوشيال ميديا، نجيب كتاب ونقول قصاد كل نص ساعة هقعدها على التليفون بتاعي وعلى السوشيال ميديا هقرا 5 صفحات من الكتاب ده، فشوية شوية هنستبدل الوقت اللي احنا بنقعده كتير على السوشيال ميديا بحاجة تانية. زي مثلا الكسل، في ناس بتعتاد الكسل بتبقى مكسلة مش عايزة تقوم من مكانها. نحط لنفسنا منبه كل فترة، ندي منبه نقوم نمشي في الشقة 5 دقايق او 2 دقايق او 1 دقيقة whatever، المهم ان احنا نستبدل هذه العادة السيئة بعادة تانية. يبقى كوباية المية اللي كان فيها هذا السائل الاسود الوحش قاعدين عمالين بنصب عليها مية بنصب عليها مية، يبتدي هذا السائل الوحش يطفو ويطلع، والمية الحلوة تملى الكوباية بدل السائل الاسود الوحش. فدي تاني خطوة اللي هي استبدلها. ثالث خطوة بقى ان احنا نبتعد عن الاماكن، وبصراحة هي دي اللي كانت الفكرة الاساسية اللي خلتني فكرت في اماكن معينة لما بنروحها هي دي بتبقى العادة السيئة، فاحنا دلوقتي ما بنروحش الاماكن دي. زي مثلا كنا بناكل كتير قوي من بره، فابتدينا نقعد في البيت ونطبخ في البيت، ف الاكل الهيلثي الصحي اللي بنطبخه في البيت استبدلنا الاكل الغير صحي بالاكل الصحي اللي احنا بنطبخه في البيت، ما عدناش بنروح المطاعم، ما عدناش بنرتاد الاماكن اللي تعتبر فيها عادة سيئة بنعملها. يعني الناس اللي هي مدمنة ان هي تروح القهاوي ما عادتش خلاص بتروح القهاوي، ف خلاص ما عادتش بترتاد المكان اللي بتروح تشرب فيه شيشة. على فكرة في كل المستويات، حتى الناس اللي هي الأغنياء والهاي لايف بيروحوا كافيز ويقعدوا يشيشوا هناك والكلام دوة، فنمتنع عن الذهاب للأماكن دي. في البيت مثلا التلاجة، نقول أنا مش هتمشى ومش هفتح التلاجة، ونحط كده ورقة على التلاجة نكتب عليها فطار غدا عشاء. لما نشوف دول، هل انا رايح افطر؟ هل انا رايح اتغدى؟ هل انا رايح اتعشى؟ لا انا عايز افطر ولا اتغدى ولا اتعشى، او مثلا ايه اشرب مية ولا اشرب مية، يبقى خلاص اقفل باب التلاجة وامشي. ايه تاني؟ افكار كتير قوي، بس ان احنا نبتعد عن المكان اللي بنرتكب فيه هذه العادة السيئة. يعني مثلا
لو في جارة معينة أو حد معين لما بنروح له لما بنشوفه بنبتدي ننم ونكتب ونتكلم كلام مش كويس، نبطل نرتاد هذا البيت، هذه الجارة النمامة الوحشة نبعد عنها، فكده خلاص قصرنا على الكلام ده. طب لو أنا مثلا بنم على التليفون، حط ورقة على التليفون، المكالمة لا تزيد عن 5 دقايق مثلا، ان كذا كذا كذا، ما تنميش، نحط حاجة تفكرنا ان هذا المكان بنعمل فيه هذه العادة القبيحة فما نعملهاش. دي كانت ثالث نقطة. رابع نقطة هي شبهها، ان احنا نبتعد عن الاشخاص. في يقولك ايه، دول اصحاب كوباية، الناس اللي هي بتسكر مع بعض مثلا. ايه ده، كان في اعتقد مجموعة قصص قصيرة يمكن ليوسف ادريس، مش فاكرة، بس انا قريتها زمان قوي. وبيتكلم فيها عن شخص ادمن الكحول وادمن انه يشرب خمرة، وازاي حياته كانت ماشية حوالين هذا الموضوع، وكان بيشرب يمكن مع مراته مع أصحابه والكلام ده. ففي أشخاص معينين، ودي يمكن قال لي عليها حماية الله يرحمه برضو لأنه هو كان بيدخن وبطل السجاير، قال لي في المكتب المحاسبين كنا كلنا نقعد ندخن نقعد ندخن نقعد ندخن. قال لي أنا طلبت أتنقل في أوضة تانية، قال لي كان لازم ابعد عنهم، لاني لو ما بعدتش عنهم انا بستنشق الدخان اللي هم بيعملوه. قال لي واحده واحده هرجع تاني اشرب سجاير، اللي انا يعني خد مني مجهود فظيع جدا جدا عشان ابطل ان انا اشرب سجاير. فنبتعد عن الاشخاص اللي بيشجعونا على هذه العاده السيئه. وكل واحد فينا عارف مين في حياته بيخليه يعمل حاجة وحشة، فنبعد عن الأشخاص دول. نيجي بقى لآخر نقطة، وهي إن احنا نكافئ أنفسنا. يعني مثلا زي ما قلت لكم، مثلا أنا بحب القهوة، وكنت بجد صعوبة إن أنا أروح الجيم وأتمرن، مش عشان أخس ولكن عشان الجوينتس بتاعتي وعشان الاستفنس اللي في العضلات. انا مش عايزة ابقى عارضة ازياء، لكن عايزة جسمي يتحرك، وكان المروح للجيم تقيل عليا شوية. فبقيت اعمل ايه، اقول لنفسي انا مش هشرب القهوة بتاعتي الا اذا طلعت الجيم وخدت سيشن في الجيم وبعد كده نزلت اشرب القهوة بتاعتي، او انا مثلا مش همسك التليفون بتاعي خالص الا لما اقرا لمدة ساعة. فتلاقيني الصبح بظبط المنبه على ساعة اقعد اقرا فيها الكتب بتاعتي، بعد الساعة دي ابتدي بقى ايه، امسك التليفون واشوف مين اللي بعت لي مين اللي ما بعت ليش، ايه الاخبار اللي على الفيسبوك، الحاجات دي كلها. ان مثلا بعد الغداء عايزة مثلا اغسل المواعين واخلي المطبخ نظيف، اقول مش هنشرب الشاي بعد الغداء الا اذا خلصت المطبخ. ولادي برضو علمتهم الحكاية دي، لما يبقى عنده حاجة تقيلة قوي على قلبه يقول انا مش هقعد مثلا العب الجيمز بتاعتي الا اذا ذكرت حاجة معينة. فنكافئ انفسنا لما نعمل نستبدل العادة السيئة بحاجة كويسة، وعملنا الحاجة الكويسة دي نكافئ انفسنا، برافو عليكي انتي ما عملتيش الحاجة الوحشة اللي بتعمليها وعملتي بدلها حاجة كويسة، ادي مكافأتك. والمكافأة على فكرة ممكن تكون حاجات عبيطة بيننا وبين نفسنا، يعني نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تسعد قلبنا ونحددها لحياتنا. زي مثلا شاب من الشباب مثلا بيتفرج على حاجة مش كويسة وامتنع عن ان هو ما يتفرجش على الموضوع ده، ويقول خلاص انا هكافئ نفسي بان انا هتفرج على فيلم انا بحبه مثلا، او فيلم لممثل انا بحبه. فيبقى حددنا العادة السيئة، استبدلناها بحاجة احسن، بعدنا عن الاماكن والاشخاص اللي بيغرونا ان احنا نعمل الحاجة الوحشة دي،
ولما عملنا ده كله كافئنا كمان نفسنا بحاجة كويسة وحاجة مش سيئة، ما احنا مش هنشيل حاجة وحشة ونحط بدلها حاجة وحشة تانية. دي فكرة النهاردة، وقلت ان ده احسن وقت ممكن نعمله. الحاجة التانية كمان قبل ما اقفل، ان احنا نفكر مين اللي حوالينا بيعملوا عادات ليهم عادات سيئة بتضايقنا، ونحاول ان احنا نعلمهم واحدة واحدة. لو ابننا مثلا زي مثلا بيصرخ عشان ياخد حاجة هو عايزها، لما تبقى عايز حاجة تكلمني بصوت واطي، لو ما كلمتنيش بصوت واطي انا مش هسمع لك. كده يبقى استبدلنا او علمناه انه يستبدل العادة السيئة بتاعته بعادة كويسة. ولو كلمتني بصوت واطي وكويس هديك اللي انت عايزه. عارفين بيربوا الكلاب ازاي؟ يعني انا عارفة يمكن المثل اللي هقوله ده ويضايق بعض الناس، انت ايه ده بتتعاملي معنا على ان احنا كلاب؟ لا، انا بتكلم على نظرية الثواب والعقاب وازاي مخنا بيربط ما بين الاحداث بشكل معين. زي مثلا يجي لقطط، خلاص سيبنا من الكلاب خلينا في القطط، في فيديو للقطة ان هي لما ترن الجرس صاحبها يحط لها تريت، حاجة حلوة هي بتاكلها، ويحط لها تريت قدامها تاكلها، ترن الجرس يحط لها، ترن الجرس يحط لها. الكلاب والقطط مثلا عشان يعلموهم يعملوا حمام في المكان المخصص بتاعهم، كل ما تروح المكان ده وتعمل الحمام بتاعها يديها تريت، يديها اكل حلو هي بتحبه، ما يدهولهاش في اي حالة تانية غير اذا عملت اللي هو عايزه. نفس الحكاية مع انفسنا، ان احنا مش هناخد حاجة معينة، مش هناكل حاجة معينة الا اذا عملنا حاجة كويسة احنا عايزين نشجع انفسنا عليها. زي ما بنتعلم بالعقاب برضو بنتعلم بالثواب، واعتقد ان التعلم بالثواب بيكون تأثيره اقوى بكتير، لان التعلم بهدوء وبنعومة ما بيديش الاحاسيس السلبية ان هذا الحدث مرتبط بعقاب، مرتبط بأذى نفسي جسدي او whatever. عشان كده اولادنا ليه ما بيتعلموش بالضرب، ولما بتجيلهم اول فرصة انهم يتمردوا علينا بيتمردوا علينا، لاننا بنعتمد على سياسة العقاب اكتر بكتير من سياسة الثواب. دي الافكار بتاعت النهاردة. هننزل برضو نتمشى لغاية اخر الشارع ونجيب حاجة بسيطة، ويمكن دي برضو استراتيجية عملناها لنفسنا، ان احنا مش هنجيب حاجات ونخزنها في البيت زي ما ناس كتير قوي عملت، علشان نسيب فرصة للآخرين ان يكون ليهم حاجة كمان يشتروها وحاجة كمان هم ياكلوها، ويبقى كمان عندنا فرصة ان احنا ننزل نخرج من البيت ونرجع تاني، لان احنا لسه ما عندناش حظر اجباري ان الناس ما تطلعش خالص من البيوت. ولما بنطلع من البيت ما بنروحش نقعد في حتة كل حاجة متقفلة، بنحاول ان احنا نمشي في الشارع بس في مكان هوا ومتطهر. في عندنا اماكن بيسموها تريلز، دي اللي هي حتت كده وسط الغابات بتبقى حوالينا، ممكن نمشي في التريلز دي في المدق ده ونرجع تاني. طبعا الاوضاع بتختلف من بلد لبلد، لكن كل واحد بيتكيف على حسب الظروف اللي هو فيها. يمكن اقابلكم بعد شوية. كويس. لا الاوبرا بالذات محتاجة صوت عالي. ده مش تجاير ولا حاجة يا بابا. ماشي you don't like it حاجة، لكن هو مش تجاير ولا حاجة، ده فن عشان الناس اللي هي بتغني وتوصل للطبقات العالية دي. لا ده موهبة، ده لازم اصلا يكون عنده موهبة. الشمس انا حاسه بسخونيتها، مش الشمس الكذابه اللي